نظمت جوقة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك في مدينة بيت ساحور الرستة للميلاد الثاني عشر، والذي رعاه سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس، بحضور راعي الكنيسة الأب سهيل فخوري وممثلي الكنائس المختلفة. وشارك في الحفل الذي تضمن العديد من الفقرات الممتعة رئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير وممثلو المؤسسات المحلية وأبناء الرعية والمدعوين. وبعد إلقاء عدد من الكلمات تحدث راعي الحفل المطران العياش فقال: إننا نعيش في هذه الأيام زمن المحبة والتسامح والتواضع، معربا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير وسلام للجميع.